خلي سرك عاودي المك نوال نوال هذا عيد ميلاد ديال ولدي هيثم كيموت عليا ولكن قليله بحقه وهذه جاني مع اخر شهر شريت طوموبيل ولكن راه كتمشي راه كربي وغيمشي بها للمدرسه داير عيد ميلاد يعقوب المية عام ان شاء الله يا ربي ونحضر لي ان شاء الله ملي شد النتيجه ونحضر لي ملي شد الدكتوره وملي تجوز زعما ملي نقول يا زعما كيولدي الاسلام ملي نقول لي يقول لي وهذيك الساعه انت غتصلي مشيتي عند الله كيقول لها تكوني متي تكوني متي يلاه بصحتك يتفائل بالخير يلاه بوسي بوسي زيدي بوسي اي مالك الله عطاتهم الريحه كنت
زوينه شفت هذه الدقيقه فيها باغي وري بدا يزيد اي 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 ربي ما تيمسي ما هكديما
مع يسرين واللي ما بغاني يطير موتها مرحبا بكم. غتشوف المشاهده مزيان ان شاء الله. ان شاء الله المشاهدين ديروا لايك وبارطاجوا الكومنتات زوينين. المهم انا دائما السلبيات ما كنبغيش نديرها لكم. سمحوا لي على الفيديو اللي درت ديال الروضه، ما تنتحكمش راسي ملي تمشي عند الوالده الله يرحمها وعند الوالد وزرنا الحباب، وانا فرحانه حيت درت على الحباب كلهم. راجل اختنا الموتى والحيين، موتى والحيين كنمشي الحمد لله. راجل اختي الله يرحمه عبد الصمد، ولدي مسكين حمزه الله يرحمه حتى هو ما عقلتش اليوم على القبوره ديالو، قلبت عيد دوخاتني الشمس. مره اخرى ان شاء الله ناخذ الارقام ديالو. سمحوا لي على داك الفيديو. خاصك تولي تقدمي الاخبار انت. ان شاء الله قالوا لي الناس خاصك تمشي للبرنامج. السلام عليكم الوريدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، صحيحتكم وليداتكم بنياتكم عائلتكم كلشي على خير وبخير. ايوا كنتمنى لكم الصحه والسلامه وطولة العمر والهنا وراحه البال ان شاء الله يا ربي. واللي مريض الله يشافيه، واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي تحققها ليه، الله يسهل عليكم. وشكرا شكرا لكم بزاف، كنشكركم على التفاعل ديالكم معايا وعلى الكومونتيرات الزوينين. كنشكركم كل واحد بسميتو، ولكن ما غنذكرش الاسماء حيت بزاف الناس كيتفقعوا عليا وكندير المشاكل راسي ملي كنجبد شي سميه. يعني بنادم ما تيقدرش الظروف، حيت انايا اللي جات على بالي كنقولها، ولكن بنادم يتفقع عليا ما نخسر خاطر حتى واحد. المهم كنشكركم كلكم المغاربه خوتي فين ما كنتو، داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، الدول العربيه، العائله ديالي، خوتي خواتاتي، كلشي كنشكركم على التفاعل ديالكم وعلى المتابعه ديالكم اللي متبعيني وكتشاهدوا لي الفيديوهات. الله يجازيكم بخير، كثروا لي من لي لايك وكثروا لي من لي كومونتير. شكرا لكم على كل حاجه درتوها معايا بجهد الله وبكم. راني غاديه بلا نتوما، انا راني ما كايناش وبجهد الله سبحانه وتعالى ورضات الوالدين ودعوات الغريب. ودابا راني كتعرفوا دائما كنشارك معكم اي حاجه، راني غاد عيد الميلاد عند العائله ديالي، غادي نمشي عندهم. ما دايرينش ما عارضينش على الناس، ديما المساكن تيكبروا بي انا وبنياتي، فين ما داروا شي حاجه تيعيطوا علينا الله يكبر بهم، كيعيطوا على بنات عمهم. وكنمشيو تما لدار لوسي، راكم عارفين دابا راني دائما راني معاهم وهما معايا هنايا، منسيني ومنساهم. ملي مات باهم حتى هما مساكن راه بقاو بوحدهم، واخا كاينه العائله وكاين هذا، راه بنادم كل مدهي في راسو. ايوا هادشي اللي كاين، وخليكم معايا تنمشي ان شاء الله، وراه غنشارك معاكم كلشي. يلا باي باي، وكنبغيكم. ماشي باي 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 عاد دابا على ما نوصل لعد الناس. يلا انا رجعت ليكم، سالينا عيد الميلاد، يلا دخلنا دابا. شطحنا شويه، غنينا شويه، شاركت معاهم داكشي اللي راكم شفتو دابا الفيديو. المهم كنفاجئو شويه على قلايبنا، كنضحكو شويه. ودائما كنقول لكم انا السلبيات ما كايناش، غتبقى غير الايجابيات ان شاء الله. الطاقه ايجابيه نادي الرباط كتقول لي الطاقه الايجابيه انت، الحمد لله اللهم لك الحمد. سمحوا لي على داك الفيديو اللي درت ديال الروضه خوتي، راني انا هكاك، راني دائما تنبكي ودائما على مهمتي، باقا ما عمرني نساها هي وبا حنيني، والله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. والحمد لله، المهم اللي قلبوا عامر راه بكا وتفش، بزاف الناس عيطوا ليا. كنشكركم، كنشكر الناس اللي بقيت فيهم، كنشكر الناس اللي عيطوا ليا اللي داخلين عندي في الخاص، كنشكر الناس اللي كتبوا ليا في كومونتير، كنشكركم بزاف حيت كتشطنوا عليا وكتخلعوا عليا. وملي كتشوفوني مريضه، ملي كتشوفوني بكيت، ملي كتشوفوني تحيه ليكم. وخا نشكركم، وخا ما غنوفيكمش حقكم، وسميتها مسكينه من قنيطره، صباح فاطمه الزهراء، كلشي 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 الصحابات وكلشي الحبابات اللي داخلين عندي الخاص تيبقاو بقاو كيعيطوا ليا وكيبكيو. صباح مسكينه والله القسم الا صيفطت ليا الاوديوات كتنخصص مسكينه، كتنخصص. قالت لي فكرتيني في ميمتي وفي با وكاع اللي ميتين، اللي مواليديهم ولا اللي باقين حيين، راه ضروري يبكيو عليهم
ضربني البرد مع الطوموبيل خرجنا عرقانين. والمهم بنادم راه ملي كيبكي شويه راه كيحيد شويه الحزن. كنشكركم بزاف حيت كتفرحوا ليا ملي تشوفوني فرحانه. سمحوا ليا هذه شريتها في الطريق تجيني اللكحه في الطريق وبحال هكا. هاد الشرقه كان دائما الماء عندي بارده بزاف ما قدرتش نشربها. كنفرح ملي كنشوف المتتبعين الوريدات زوينين الغاليين على قلبي كتشطنوا عليا كتعيطوا عليا كتسولوا عليا. كنفرح ملي تشوفوني فرحانه نتوما كتفرحوا كتقولوا لي كون غير كنا معاك نشطي ضحكي فرحي الدنيا راه فايته كيعجبني الحال. شكرا لكم شكرا لكم بزاف راكم بناتي ووليداتي وخوتي وخواتاتي وعائلتي. العائله ديالي زادت كبرات الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد على هذا الشيء اللي عطاني الله وهذا الحب ديالكم. راه كنقول لكم كل شيء كيتباع وكل شيء كيتشرى الا حب الناس. الحمد لله راه ماشي ساهل باش ربي يحبب فيك خلقه. ماشي ساهل باش الناس يحبوك. ماشي ساهل باش الناس يبغيوك. ماشي ساهل باش الناس يتشطنوا عليك ويعيطوا ليك وكيسولوا فيك بقرحه. راه ماشي ساهل اخوتي. الحمد لله الحمد لله على هذا الحب اللي عطاني الله والحمد لله على العائله الزوينه اللي عطاني الله. حمدت الله وشكرته بكم. كما كنقول لكم هذا اليوتيوب بين ليا بزاف الحوايج بين ليا الناس اللي ما كنتش شفت شحال هادي بين ليا صحاباتي اللي شحال هادي غابرين عليا برا ما شفتهمش. هذا اليوتيوب شافوني في اليوتيوب تحيه الحياه صاحبتي اسبانيا شافت الفيديو ديالي ومسكينه بقات تكتب في الكومونتير وتتقول لي سيري عند امي خذي النمره وعيطي ليا وبقات مسكينه تتواصل معايا في تيك توك تتقلب في تيك توك تتعاطينا النوامر وتشاوفنا وتحتتنا ودرنا ابيل فيديو ودوينا شفنا بعضياتنا وشافت بنياتي الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا كلشي هذا من فضل الله. كلشي شتي هذا اليوتيوب راه ربي عطاه لينا يعني راه نعمه الحمد لله نعمه. واحد ولد خالي في طاليان تا هو مسكين عرفت شحال من عام عرفت 20 عام ولا 30 عام ما تشاوفنا. شافوا الفيديوهات ديالي بناته هو تيقول لي ما دايره بنت عمتي ولاو كيتواصلوا معايا بنياته في الخاص هما كيتفرجوا فيا. اللي ما عمرنا شحال هادي ما كاين لا تليفونات لا والو شافوني في اليوتيوب الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا من لطف الله وشكرا لكم. هنا غادي يسالي هذا الفيديو وما اللي كان طلب ديالي هو لي لايك. الله يرضي عليكم راه لي لايك تيطلعوا لي الفيديوهات شويه والحمد لله الحمد لله. ربي بدا سيخلف لي دوك الفيديوهات اللي المشاهده طاحت في الصيف ماشي عليا على الناس كلها الحمد لله. الناس دابا ارتاحت ودخلت وليداتها للمدرسه وخملوا دويراتهم وبالاو بروسهم دابا ولاو تيتفرجوا فينا. الله يجازيكم بخير. لي لايك البارطاج الكومونتير اللي غدير واحد دير جوج وهذا حتى هما تيطلعوا لينا شويه المشاهده. واخوتي المغاربه اللي برا اللي دخلوا عندي لنا جداد مرحبا بكم والف مرحبا. الاخت اللي كتفرج فيا اللي يلا ولدت بنيه مبروك عليك اختي وشكرا ليك. وقالت لي مسكينه في الكومونتير فكرتيني في والديا في المانيا على ما اظن المانيا ولا هولندا ما عرفت راه كيتغالطوا ليا هادو. شكرا لك وتكبر ديك البنيه في عزك ان شاء الله. وبزاف الاخوات اللي دخلوا عندي من برا كنشكركم شكر كبير. والسلام عليكم تصبحوا على خير وكن كنبغيكم ما كان يعني الكلام تيعجز في حقكم ما كنعرفش شنو نقول في حقكم. شكرا لكم شكرا لكم بزاف ومح عليكم وراكم عزاز وغالين وراكم في القليل. باي باي تصبحوا على خير الى اللقاء.